السلام عليكم ورحمه الله. حنايا الكسابه راه ما كاين ما داير كافي شويه الله يرحم والدي. كنشريو النخاله ب 65، الشعير ب 60، القمح ب 60، وها شوف حال الخروف الشريفه هذا عاطينا فيه 50، هذا ديال 50، هذا واكل علينا حنا اكثر. واش دار هذا؟ طحنا باش طحنا انا 120 هذا، وعاطينا هما 55 باب هذا، اش نقولوا له حنا؟ بغي يخلص لك العلف يخلص لك اش بغي يخلص الشريف؟ كارسين حنا بزاف على شعور فينا، كارسين بزاف الشريف. عاونونا الله يرحم والدينا، عاونونا ويدعمونا شوية. الناس مسؤولين. وزارة الفلاحة الله يرحم والدينا يعاونونا، الله يكرمهم. وعايش الملك، وعايش الملك، وعايش الملك. السلام عليكم. الشريف انا محمد البيض من دوار التقابة. هي داك سويلا. الناس الكسابة الكبار، عندي الغنم فضل الله وما يعطيونا لا عرف لا عون لا دعم لا تسي حاجة. وجينا هنايا وتيدي كتكوف هنا في مراكش، شي تمر رخيص الخروف ب 80 تيساومونا فيه ب 40 30 50، والخروف واكل الفول ب 120 وما يصير ب 80 90، وجاو كرفسونا وما يسولوا فينا ما والو، وكرفسينا وما كاين لا دعم لا تسي حاجة. وكاين شوية ديال التكرفيس وحنا كسابة كسابة كبار، ما تطالعوا بينا وشوفوا داكشي. محمد البيض من دوار التبابة على الدراع الطويل قيادة جوالة. دابا سيدي سولتنا على الكسيبة. الكسيبة سيدي الناس راه مدورين، الناس راه كاين السير ديال العلف القمح والجلبانة والفصة والنخوالة، شي غالي، والبهايم الناس راه سمان ومزيانين، والثمن شويه راه مهم ماشي هو هذاك. جينا منين؟ منطقه شريف. منطقه سيدي ديال فيطور. منطقه فيطور ترحامنا. ضرب خاطرك. السلام عليكم سيدي البياض الحبيب، جماعه الجوله من قلعه السراغنه، من الناس الكسابه ديال قلعه السراغنه. المهم الناس راه مكرفصه، كاين شويه تكرفيس، العلف غالي، كاين الناس شاريه بالثمن، كاين شويه تكرفيس. المهم باقي السوق ماشي ما كاينش التمرين هو الناس. المهم كاين التكربيس، كاين التكربيس بزاف بزاف. المليح كاين؟ المليح كاين التمام، المليح كاين المليح بزاف ماشي شويه، كاين الجوده. السلام عليكم. انا جاي من مدينه مراكش، هنايا عندنا الف غالي، هذه هي ميته، ما كاين ما يدار، اللي يجي يساومك ما كان بيدي، وحنا تنموتوا تنضعفوا بهذا البلاد. هذا هو المواطن، هو هذا. ما عاوناش وما عاونونا ما والو، صاحبي تنموتوا بهذا البلاد السعيده. كساب ما كاين، تعلم ما كاين، ما كاين المعاونه. اللي بغى يدي حاجه ما قدرتش، واللي بغى يبيع ما قدرتش. حنا تنتكرمصوا بهذا البلاد. السلام عليكم، زكريا من قلعه السراغنا، وانا كساب. عندنا كسيبه في قلعه، كنجيبو كنبيعونا في مراكش، ودعم راه كاين الجبهه، ما عندنا لا دعم لا والو، ما كاين الدوله ما كتمولنا حتى شي حاجه، ما كاين لا دعم لا والو. كنطلبوا من الناس المكلفين بهذا الشيء سميتو يدعمونا ويعاونونا، بنادم راه مكرفس. وشكرا. السلام عليكم. خير حسين البيض عبد العليم من قلعه السراغنة. من التبابعة، نص الكسابة ديال التبابعة ما عاطينا لا دعم لا والو هاد الكسيبة ديالنا. السلام عليكم. والكسيبة ديالنا راه ما كيعاونونا والو. لا شحال كنبيع. المهم حنا من ناحية تمنالت أثمنة راه شوية ناقصة، وحمدنا الله وشكرناه داكشي اللي قسم الله هو هذا. والمهم عوان راه ما كاينش عندنا هنايا، وحمدنا الله الشيء اللي كاين هو هذا. الله يجزيك بخير. السلام عليكم. انا البيض عبد العليم من قلعه السراغنا من دوار التبابعه. عندنا الكسيبه ديالنا والثمن ما كاينش، والدعم ما عاونوناش في الدعم ديال الكسيبه، ضرينا فيها بزاف، ضرينا في الكسيبه بزاف. والسلام عليكم. السلام عليكم. هذا العام المهم راه كاين الثمن شويه ناقص، والحمد لله حنا راه داك الشيء اللي عطلات نصيروه، فالاثمنه شويه ناقصه هذا العام، وهذا الشيء اللي قسم الله هو هذا. المهم الاثمنه راه ناقصه بزاف بزاف. السلام عليكم خوت، حنا من اقليم قلعه السراغنا، عندنا الغنم من نوع السردي، تكرفسنا هذا العام، علفنا الفول ب 120، ما كاين لا دعم لا والو.
وراه كنجيبوا الغنم وتنبيعوا فيها بقل الثمن فيه تنلحوا فيها، وبغينا من هاد الناس يدعمونا. السلام عليكم.